مشاهدينا، هذه إحاطة يومية بآخر مستجدات انتشار فيروس كورونا حول العالم. أهلا بكم. الأحصاءات العالمية لانتشار الوباء أشارت حتى ظهر اليوم إلى أن عدد المصابين في العالم بلغ نحو 92,848,561 إصابة، في حين أن عدد الوفيات بسبب الفيروس قد ارتفع إلى قرابة 1,988,483 حالة وفاة من إجمالي الإصابات. أما حالات الشفاء فقد بلغت نحو 66,400,000 حالة و548 ألف حالة أو حالة شفاء كحصيلة عامة. مشاهدينا، كما تشير الخريطة والبداية من الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت 23,616,345 إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 393,928. الهند مشاهدين الآن سجلت إصابة نحو 10,512,831 شخصا ووفاة 51,765 شخص. البرازيل أعلنت عن تسجيل نحو 8,257,459 إصابة ووفاة 206,009 أشخاص. نمر الآن مشاهدين إلى الصين التي سجلت 87,844 إصابة، فيما تم تسجيل 4,635 وفاة. إيران سجلت 1,305,339 إصابة، وبلغ عدد الوفيات فيها نحو 56,447. أما تركيا فقد تخطت حاجز 2,355,839 إصابة مؤكدة، وتجاوز عدد الوفيات 23,325. مشاهدين، أما الدول جوار ليبيا، والبداية من مصر حيث سجلت نحو 152,719 إصابة، وارتفع عدد الوفيات فيها إلى 8,362. أما تونس فقد سجلت نحو 168,568 إصابة ووفاة 5,415 شخصا، بينما ارتفع عدد الوفيات في الجزائر إلى 2,819 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 2,860 حالة إصابة. المغرب شهد تسجيل نحو 455,055 حالة إصابة، إضافة إلى 7,810 حالات. نمر الآن إلى الدول العربية أو باقي الدول العربية، حيث سجلت السعودية نحو 364,271 إصابة، وأعلنت عن وفاة 6,304 أشخاص. العراق الآن سجل نحو 6,416 إصابة مؤكدة، فيما سجل 12,915 وفاة. الإمارات العربية المتحدة سجلت إصابة أكثر من 239,587 شخصا، فيما توفي 723 شخص. في أوروبا، والبداية من إيطاليا التي سجلت 2,319,036 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات فيها 80,326. إسبانيا عدد المصابين فيها بلغ 2,176,089، وارتفع عدد الوفيات إلى نحو 52,878. فيما بلغ عدد الإصابات في ألمانيا نحو 1,980,861 إصابة، وتوفي أكثر من 44,400 شخص.
في فرنسا بلغت آخر حصيلة إصابات 2,830,442 ووفاة نحو 69,031 شخصا. ونختم ببريطانيا التي بلغ عدد المصابين فيها 3,211,576، كما بلغ عدد الوفيات أكثر من 84,767 شخصا. في أخبارنا المحلية، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض إصابة 764 شخصا بفيروس كورونا، بينهم 520 حالة جديدة و244 مخالطة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. من جملة 3,820 عينة تسلمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض من 18 مختبرا موزعا على عدد من المدن والمناطق، أظهرت النتائج وجود 3,056 عينة سالبة و764 عينة موجبة، منها 520 جديدة و244 مخالطة. كانت النسبة الأكبر فيها في مدينة طرابلس بتسجيلها 229 حالة جديدة و76 حالة مخالطة، لترتفع أعداد الإصابات بهذه الأرقام إلى 107,434 حالة مصابة بفيروس كورونا، بينها 21,544 حالة نشطة. حالات الشفاء تسجل أرقاما مطمئنة، فبحسب المركز جرى تسجيل شفاء 934 حالة، في طرابلس وحدها 753 حالة و89 حالة في مدينة مصراتة، ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 84,245 حالة. أما عن حالات الوفاة فقد سجل 16 حالة، 12 حالة منها في طرابلس وحالة واحدة في كل من مدن صرمان وسبها وزليتن والعجلات، لترتفع أعداد الوفيات إلى 1,645 حالة. أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار حصول تزايد ملحوظ في حالات الإصابة بكورونا، ما يستدعي الحاجة إلى مزيد من غرف العناية في ظل نقص الأسرة والضغط على مراكز العزلة. في أغلب الأحوال ما فيهاش إصابات كثيرة، فخففت النسبة ونزلت النسبة ل 12% و15% من العدد الكلي للعينات اللي تم تحليلها في مختبراتنا كل يوم. فواقع الحال واللي نشاهده فيه حاليا من خلال المعلومات اللي جينا من مراكز العزل أن فيه تزايد ملحوظ في أعداد الحالات، وفيه عدد لا بأس به من الحالات اللي محتاجة الآن لعناية طبية، وحتى عناية طبية مركزة ولتنفس صناعي. زاد العدد في الأسبوعين الأخيرات الضناي بشكل ملحوظ، والآن مراكز العزل كلها تشتغل تحت ضغط ومش ملحقة حقيقة، حتى الأسرة ما عادش فيه. فالوضع الوبائي فيه نوع من التفاقم، وإحنا ربما لسنا استثناء. يعني اللي صاير الآن في أوروبا واللي صار حتى في دول الجوار بصراحة فيه موجة تانية عنيفة تعصف بهذه الدول، واللي زاد الأمر سوء هو دخول طفرات جديدة من فيروس الكورونا زي ما حصل الآن في لندن. لندن لأول مرة تعلن التعبئة الشاملة، واستدعت كل أطباء الاحتياط والأطباء اللي متقاعدين تحسبا وخوفا من زيادة كبيرة اللي صارت في عدد الحالات وعدد الوفيات، لسيما والطفرة الجديدة هذه تتسم بسرعة الانتشار بنسبة 70% أكثر من الطفرة الأولى، وأيضا حسب ما ذكروا أنها تصيب حتى صغار السن والأطفال وقد تتسبب حتى في وفيات فيهم.
بحثت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في توزيع اللقاح الخاص بفيروس كورونا، وعرض المجتمعون الفئات المستهدفة من هذا اللقاح، وتم تكليف لجنتين للقطاعات ولجنة فنية للعمل على خطة التطعيمات الوطنية للفيروس، واتفق على أن الفئة الأولى المستهدفة هي الأطقم الطبية إضافة إلى المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن. أعلنت الملحقية الأكاديمية الليبية في تونس إيقاف الدراسة بكافة المدارس التابعة لها، وأوضحت الملحقية أن القرار يبدأ سريانه اعتبارا من اليوم الخميس ويستمر حتى 24 من شهر يناير، وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي تماشيا مع قرار وزارة الصحة التونسية المتعلق بتعطيل الدراسة على كافة الأراضي التونسية. نظم الحرس البلدي في العزيزية حملة تفتيشية وإرشادية طالت المقاهي والمطاعم ومحال المواد الغذائية والحلويات للوقاية من فيروس كورونا. ضمن الحملة التي يقوم بها أعضاء مركز الحرس البلدي العزيزية من أجل الوقاية من فيروس كورونا، قام رئيس وأعضاء المركز بجولة تفتيشية وإرشادية على بعض المقاهي والمطاعم ومحال المواد الغذائية ومحال بيع الحلويات. من زيارة العديد من المحلات، وذلك فيما يخص ترشيد المواطنين وأصحاب المحلات باتخاذ الحيطة والحذر من جائحة كورونا التي يعاني منها العديد من أغلب بلدان العالم في الواقع. شملت الحملة توزيع المطبيات والملصقات على المحال والمقاهي، توضح الطرق الصحية لمكافحة الوباء، كما تم متابعة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من أصحاب الأنشطة التجارية. هذا البرنامج قمنا بزيارة لأغلب المحلات داخل المنطقة، وذلك لأجل وضع ملصقات على المحلات بخصوص جائحة كورونا، وكذلك ترشيد المواطنين وأصحاب المحلات باتخاذ تحوطات الأمان من حيث وضع الكمامات والمطهر وكذلك الملصقات. في الحملة أيضا تابع أفراد الحرس البلدي النظافة العامة والشهادات الصحية وأذونات مزاولة المهنة في هذه الأنشطة للتأكيد على سلامة المواطنين، مع حث الجميع على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وصل مصنع تعبئة الأكسجين إلى مستشفى العافية بهون لينهي معاناة ازدادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا. بعد أكثر من 6 أشهر على موافقة المجلس البلدي الجفرة وعمداء بلدية الجنوب على توريد وإيصال وتركيب مصنع طبي متطور للأكسجين في مستشفى العافية بهون، تم أخيرا تطبيق هذا القرار في المستشفى الذي تغطي خدماته منطقة الجفرة وعدة مناطق وبلدية مجاورة، لتنتهي بذلك معاناة ازدادت حدة مع تفشي وباء كورونا. المعاناة اللي كنا نعاني بها داخل المستشفى في الأكسجين، وهذه محطة الأكسجين اللي تو وراي، هذه المحطة الأولى متاعت الأكسجين اللي تغذي السنتر اللي يغذي داخل في العناية وفي العمليات وفي الحضانة وفي قسم الأطفال وقسم الباطنية وقسم الجراحة، والمعاناة اللي يعاني منها المستشفى يعلم الله بها، بالذات بعد جائحة كورونا هذه المعاناة الأكسجين أصبحت معاناة كبيرة جدا يعاني بها المستشفى، ويجيبوا الأكسجين قبل يجيبوا فيه من طرابلس ومن جدابية ومن سبها ومن الشاطي. اليوم الحمد لله بوصول المصنع هذا إن شاء الله حيغطي المستشفى ويغطي منطقة الجفرة بالكامل. مصنع يعد نقلة نوعية ومهمة على مستوى الدعم الطبي والصحي لمستشفى العافية بهون والمستشفيات المجاورة بالبلدية وعموم المراكز والمستشفيات الطبية المجاورة، وخطوة ستزيح عبئا ثقيلا عن المرضى والإطار الطبي على حد سواء. يعمل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تبرق على فحص العينات المعملية المستلمة من فريق الرصد والتقصي باللجنة الاستشارية الطبية في المدينة، حيث يمتلكون جهازا متطورا ودقيقا في الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا. التقرير من هناك. ما يزال فيروس كورونا مستمرا في حصد أرقام الإصابات في عموم ليبيا،
وباتت فروع المركزي الوطني لمكافحة الأمراض والمراكز المتخصصة بالفحص المخبري للعينات التي تمتلك الأجهزة الحديثة، من بينها فرع المركزي الوطني في طبرق الذي يمتلك جهاز جين إكسبرت، وقام بفحص ما يقرب من 500 عينة منذ استلامه الجهاز في سبتمبر الماضي. العدد الكلي ما تم فحصه يعني داخل المختبر حتى الآن من بداية شهر 9، لأن الفترة السابقة كنا نبعث في العينات لمدينة بنغازي، بعثنا بعض من العينات لمدينة مساعد قبل ما يكون عندنا جهاز. حاليا بعد توفر عندنا جهاز الجين إكسبرت، من بداية 9 فحصنا ما يقارب على 500 عينة، ويتم إرسالها إلى إعلامهم بالنتائج وإرسال الإحصائيات إلى إدارة الرصد والتقصي في مدينة طرابلس التابعة لمركز وطني لمكافحة الأمراض. يعمل المركز على فحص العينات المعملية المستلمة من فريق الرصد والتقصي باللجنة الاستشارية الطبية في المدينة، فيما ترسل النتائج بعد التأكد منها إلى إدارة الرصد والتقصي في طرابلس. تو نحن عدد 4 عينات حقناها في الجهاز وفي انتظار النتائج، وعندنا عينتين. طبعا العينة تأخذ مدة 48 دقيقة وبعدين نبدأ نحقن العينتين الأخرات. يعد مركز الأمراض في طبرق الجهة الوحيدة التي تمتلك جهازا للكشف عن فيروس كورونا، ويستلم عينات من درنة والجغبوب والمدن القريبة، وعلى أمل انحسار الوباء تستمر الجهود الوطنية في عملها في محاولة لمجابهته. شهدت مدينة سبها تنظيم ورشة تدريبية حول مخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه في حضور الناشطين والمهتمين في المدينة. للتوعية بمخاطر فيروس كورونا استهدفت ورشة تدريبية حول التوعية بمخاطر الفيروس بتنظيم فريق التوعية مرزق بعض الناشطين لتدريبهم على طرق الوقاية من الفيروس وانتشاره وتطبيق الاحترازات الوقائية. طبعا طلبنا في هذه الورشة بالتعريف بفيروس كورونا وعرض الإحصائيات الأخيرة معدلات انتشار محليا وعالميا بفيروس كورونا. طبعا كان الحضور مقتصر على اعداد بسيطه للحفاظ على التباعد الاجتماعي، وكان ان شاء الله الانسجام والتعاون والمعلومات والاستفاده المعلوماتيه ممتازه. الورشة تمحورت حول التعريف بمخاطر كورونا وآخر الإحصائيات المحلية والعالمية وكسب المعلومات الوافية للتوعية فكريا حول هذا المرض للحد من انتشاره. الهدف من هذه الورشة طبعا التوعية بخصوص هذا المرض والحد من انتشار الوباء بين الأسر وخصوصا المهاجرين، اللي هم طبعا البيئة طبعا أكثر فيها تعاني من هذا المرض، والحصول على معلومات أكثر. وتستمر الورشة التي تأتي ضمن الخطة التوعوية من قبل فريق التوعية مرزق لتجنب خطر انتقال فيروس كورونا 3 أيام في المدينة. رغم بدء عدد من الدول في تلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا، إلا أن تحذيرات منظمة الصحة العالمية لا تزال مستمرة من وضع صعب قد يعانيه العالم خلال السنة الثانية من تفشي الفيروس. الدخول في السنة الثانية من فيروس كورونا قد يكون أصعب مما واجهه العالم في العام الأول من انتشار الوباء. كان هذا آخر تصريح لمنظمة الصحة العالمية التي لم تبدو متفائلة بالوضع رغم بدء عمليات التلقيح ضد الفيروس في عدد من الدول حول العالم. مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايك رايان أرجع في مؤتمر صحفي أسباب التصريح إلى وجود ما أسماها بعض ديناميكيات انتقال المرض، وأوضح ريان أن هذا الأمر متعلق بانتشار سلالات جديدة من الفيروس تعد أكثر انتقالا، مشيرا إلى أن الأوضاع الوبائية ستكون أكثر صعوبة في دول النصف الشمالي للكرة الأرضية. من جانبها أكدت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف أن بعض الدول ستشهد بعد انتهاء فترة الأعياد تدهورا كبيرا للأوضاع قبل أن يبدأ تحسنها، في الوقت الذي تشهد فيه الأوضاع الوبائية تدهورا كبيرا في عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، حيث تصل مؤشرات انتشار الفيروس في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات قياسية جديدة. صورة اليوم مشاهدين لأحد أفراد الأطقم الطبية وهو يأخذ استراحة بعد يوم شاق في عمليات الكشف عن فيروس كورونا.
ختام نشرة تطورات كورونا حول العالم، للمزيد تابعونا عبر الموقع الإلكتروني www.meteo18tv.net في القسم الخاص بفيروس كورونا وجديد الأخبار هناك. في أمان الله.